السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي تلاميذ البكالوريا إن شاء الله اليوم جيناكم بدرس أو ملخص لدرس الألدهيدات والسيتونات الألدهيدات والسيتونات أعزائي التلاميذ نطمنكم أن درس الألدهيدات والسيتونات كما درستوه في السنة الثانية ثانوي تعاودوه بالتفصيل كيف كيف فقط فقط هناك تفاعلين زايدين اللي هما ماذا هو تفاعل الارجاع ارجاع الالدهيدات والسيتونات الالدهيدات ترجع عندها ترجع والسيتونات عندهم كاين ارجاع جدي هو كليمنس باش ترجع الى الديهيد... الى الكانات وكذلك هناك مرجع اخر نستغلوه في ارجاع الالدهيدات الى كحولات اوليه والسيتونات الى كحولات ثانويه معناها هذا هو الشيء الجديد عليكم فقط كذلك نخليكم اليوم إن شاء الله آه نعلمكم في آخر الحصة وليست في بداية الحصة معنا ريحوا معنا إلى آخر الحصة راح نعلمكم كيفاش توازنوا أو كيفاش آه تثبتوا آه كاشف طولانز وكاشف آه فيهلينج مع من؟ مع الالدهيدات ودي ان بي اش على كشف مجموعات الكربونين معنا ريحوا معنا اليوم نشوفوا نتعلموا بخطوات بسيطة جدا تتعلموا كيفاش توازنوا المعادلة في تفاعل الأكسدة أكسدة الألدهيدات وإرجاع فيهلينك أو إرجاع طولانس واضح؟ الله بدون إطالة نبدأ لكم الألدهيدات والسيتونات عندهم مجموعة الكربونيل يتميزوا بوجود مجموعة الكربونيل هذه نسموها مجموعة الكربونيل هذه مجموعه الكربون يقدر يقدر يكون ار سي او اش هذه حاله ماذا الديهيد ويقدر وش يكون يكون ار سي او ار فتحه هذه حاله سيتون ملاحظه ملاحظة في حالة الالديهيدات يقدر هذا الار يساوي لكم اش كي يساوي اش وش يصبح يصبح اش سي او او عفوا اش سي او اش معناها تولي بهذا الشكل ابسط الالديهيد هذه حالة خاصة هذه قلنا ملاحظة حالة خاصة واضح الان الالدهيدات والسيتونات عندهم ماذا باش يتميزوا يتميزوا بنفس الصيغه المجمله سي ان اش 2 ان او ولو نتذكروا نظريا تحصلنا على الدهيدات والله سيتونات تحصلنا على سيتونات باكسده الالصانات اكسده عنيفه يعطينا سيتونين او سيتون وحمض تحصلنا على الدهيد لمن نأكسد الكحول الاولي لما نأكزو الألسن بالأوزون والمتبوع بالإيماء يعطينا الديهيد كذلك قلنا أكسدة الكحول الأولية يعطينا ماذا آه الديهيد بالسي أو 300 درجة كذلك الكحول الثانوية كي أكسدناهم سواء بالكامانوكات أو بالسي أو شعطونا أعطونا سيتونات معناها عندنا عدة طرق للحصول على السيتون كذلك تفاعل المركبات المركبات العضوية المغنيزيومية مع النيتريلات معناها كاين عدة طرق ما طريقة واحدة أو اثنان خلاص هنا قلنا صيغتها المجملة من الشكل سي ان 2 ان او بالنسبة للالديهيدات لازم يكون ان أكبر أو يساوي واحد أما بالنسبة للسيتونات ان أكبر أو يساوي ثلاثة أبسط مثال للالديهيدات هو هذا المثال في حالة هو الميثانال المثال نعم ابسط مثال بالنسبه للسيتونات هو لما يكون سي اش 3 سي او سي اش 3 اللي هو البروبانون البرو, با نون. البرو با نون. بالنسبه للالديهيدات نسمون نضيف المقطع ال للالكان موافق بالنسبه للسيتونات نضيفو الرقم ونضيفو ماذا نضيفو المقطع ون خلاص أيوة التسمية راكم تعرفوها وراها كاين في الدرس بالتفصيل الان لما نروحوا نروحوا لتفاعلات اول تفاعل تفاعل الاحتراق التام تفاعل الاحتراق التام لما للسي ان عاش اثنين ان او خلاص هذا قادر يكون الديهيد وقادر يكون سيتون في الاخير نكشفوا عليهم قلنا سي ان اش إثنين ان او هذا كي نزيدو الاكسجين يعطي لكم السي او 2 ويعطي لكم الماء اين الاشكال ما كاين حتى مشكل نبداو نوزنو عنصر بعنصر الان الفحم عندكم منا ان منا عندكم واحد اذا نضرب في ان الهيدروجين عندكم اثنين ان ومنا اثنين اذا نضربو في ان كذلك ان في اثنين اثنين ان قالنا الاكسجين ا آه. كي تطلع اثنين تولي اثنين ا آه. ما تنساوش عندكم الاكسجين هنا اذا واحد واش يساوي لنا اثنين في الان اثنين ان زائد ان في الواحد هي ان اذا اثنين ان والان هي شحال تساوي تساوي ثلاثة ان هذه ثلاثة ان اذا اثنين ا زائد واحد يساوي ثلاثة ان ننقل واحد للطرف الثاني واش تولي اثنين ا يساوي ثلاثة ان ناقص واحد اذا باش نجيبو أ آه نقسم الطرفين على اثنين واش تصبح أ آه تساوي ثلاثة آل آه نقص واحد على اثنان إذا هذه هي قيمة أ آه ونحطها هنا إذا واش تولي ثلاثة آل آه نقص واحد على اثنان وهذه هي معادلة تفاعل الاحتراق التامة لاس أي آه والله بدون حفظها دوك الآن بالنسبة للألديهيدات عندها تفاعل الأكسدة وتفاعل إرجاع نبدأ ألديهيد وليكن CH3COH تفاعل ماذا؟ تفاعل الأكسدة الآن عندنا أكسدة الألديهيدات بوجود الكام أنوكات وحمض الكبريت هذا تفاعل الأكسدة تعرفوا انه لما تتذكروا لما اكسدنا الالصانات في حاله انه الكربون عنده منه اش وهنا عنده جذر واش قلنا قلنا ينتج الديهيد غير مستقر مع ان دائما غير مستقره تتاكسد بسهوله كذلك الكحولات الاوليه لما اكسدناها بالكامنوكات اعطت لكم ماذا اعطت لكم الديهيدات غير مستقره وش راحت؟ راحت راحت مباشره الى احماض كربوكسيليه اذا الديهيدات اكسدتها تعطي احماض كاربوكسيليا والله زيد الان نروحوا لتفاعل الارجاع عندهم تفاعل الاكسده وتفاعل الارجاع ارجاع الكحولات الاوليه اين تذكروا اكسده الكحول الاوليه طالكم ألدهيد ارجع ارجاع الالديهيد واش يعطيكم يعطيكم كحول اولي اذا الارجاع الكحولات الالديهيدات يتم باستعمال يا اما هيدريد ليثيوم الالومنيوم والماء اللي هو ال اي ال عفوا ال اش كات و الماء وش يعطينا يعطينا كحول اولي هنا اعطانا حمض هذا عباره عن حمض كاربوكسيلي وهذا عباره عن كحول اولي خلاص كذلك هناك مرجع اخر مرجع اللي هو باستعمال ماذا باستعمال النيكل والهيدروجين هذا الرجاء باستعمال النيكل هنا كذلك ترجع الالديهيدات الى ماذا الى كحولات اوليه يعطينا كحول اولي خلاص زيد عدنا ارجاع اللي هو ارجاع كليمنس ارجاع كليمنس اللي هو ترجع هذا جديد عليكم كذلك انه هذا نحطه هنا مع هذه الاكسده وهذا في زوج ارجع اما هذا الاخير هو إرجاع كليمنس اي معنى انه باستعمال الزاد ان والاش سي ال وش يعطينا يعطينا الكان يولي عندك سي اش ثلاثة عفوا سي اش ثلاثة سي اش ثلاثة وينتج الماء وينتج الماء اذا وش اعطى لكم اعطى لكم الكان هنا وش اعطى لكم كحول اولي وهنا عطانا حمض كربوكسيلي واضح هذا اللي موجود في الالدهيدات نفس الشيء نفس العمل راح نقوموا به الان في السيتونات معناها واش راح ندير يكون عندكم الان سيتون وليكن سي اش 3 سي اش 2 سي او سي اش 2 سي اش 3 هذا عباره عن سيتون واش راح ندير أكسدته خلوه أكسدته معلش أكسدته نبداو بالأكسدة الأكسدة في الأكسدة بالكامانوكات قلنا أنه أكسدة الأسيتونات تتأكسد بصعوبة واش تعطينا H2SO4 H2SO4 SO4 قلنا أنه تتكسر واش يتكسر معناها يقدر يتكسر لك هنا يعطينا هذا الحمض الكربوكسيلي معناها نكتبه هاوليك هذا رقم واحد اللي هو سي 3 سي او او يعطي لك هذا الحمض الثاني اللي هو زائد سي 3 سي 2 سي او 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 اذا تكسر هنا يعطي لك هذا الحمض الثالث وهذا الرابع اذا زائد ماذا زائد سي 3 سي او زائد ماذا زائد سي اش ثلاثة سي اش اثنين سي او بس اذا او مزيج من اربع احماض كربوكسيلية رانا نلاحظوا باللي كاين زوج اللي هو هذا وهذا وهذا وهذا, وهذا يتشابه كذلك اذا لا داعي لتكرارهم مباشرة نكتب اثنين من هذا واثنين من هذا وهذا مباشرة نكتبه هكذا هاي الآن نسقمه هذا نكتبو سي او اش خلاص غنعطيك اثنين مول من هذا واثنين مول من هذا ودير عدة أمثلة وراح يجيك ساهلين ما تقلقوش رواحكم فيهم كذلك بعد ذلك نشوفو الآن تفاعل الإرجاع هذا تفاعل الأكسدة دونك الآن نشوفو تفاعل الإرجاع هنا إرجاع كيف كيف ال اي ال اش كات معناها ترجع بوجود الماء ترجع السيتونات إلى ماذا؟ إلى كحولات ثانوية كيما أكسدنا الكحول الثانوي أعطالك سيتون السيتونات كذلك ترجع إلى ماذا؟ إلى كحولات أو ثانوية عفوا إلى كحولات ثانوية هاي كنا هنا وندير هنا يا أو أش وهنا إذا هذا أعطت لك مزيج من أحماض وهذا وش أعطى لك؟ أعطى لك كحول ثانوي وش بقى لنا بقى كذلك الارجاع بوجود النيكل والاش اثنين هذا تفاعل ارجاع وش يعطي لك كيف كيف يعطينا كحول ثانوي هاوليك سي اش ثلاث معنى هذو في زوج ينتج عنهم كحول ثانوي كاين التفاعل الاخير اللي هو ارجاع كليمنس كيما هذا ارجاع كليمنس كيما الالدهيدات مقبل ووجود الاش HCl ترجع هذه مجموعه الكربونيل الى ماذا يولي عندها الكان يولي عندك سي اش3 سي اش2 سي اش2 سي اش2 سي اش3 زائد ماذا زائد الماء لاحظوا ان هذا الكربون اللي كان مجموعه الكربونيل اللي هو هو هذا واش ولا ولا على شكل الكان اذا واش عطانا اعطانا الكان. اذا ترجع الالدهيدات والسيتونات بوجود الكليمنس ارجع كليمنس اللي هو زاد ان والارش الى ماذا؟ الى الكانات. هذا هو درس الالدهيدات والسيتونات. وش بقى لنا دوك الان؟ بقى لنا الكشف. الكشف عن ماذا؟ مجموعة الكربونيل. وش قلت؟ قلت باستعمال دي ان بي اش. اللي هو ماذا؟ اللي هو آه اثنين ربعة ثنائي نيتروفينيل هيدرازين اللي هو الصيغة نتاعو هاي وين راهي ان اش ان اش دو وعنده وظيفة في وفي اربعة هذا دوك نعاود نكتبه هنا اللي هو الان اش وهنا الان شوفوا كيفاش كتبها اش اش هنا عندك الان او دو وهنا عندك الان او دو كي نزيدو مجموعة الكربونيل قادر يكون سيتون وقادر يكون الديهيد نخلوها كيما هذا الشكل معليش نكتبو سي اش ثلاثة ونكتب سي اش ثلاثة هاوليك سيتون الان واش يتم انه تتكسر الرابطة هذه ويتكسروا هذون زوج اش مع اكسجين واش يشكل لك يشكل لك الاش دو وهذا الالكترونين يروح يلصقوا مع الازوت هنا واش تولي عندك تولي عندك ثم الرابطة الثنائية وهذا واش يعطي لك يعطي لك راسب أصفر بلوري هذا نكتبه نكتبوه بلون مغير سي ها هو سي من بعد نكتبو منا نكتبو سي اش ثلاثة سي اش ثلاثة وعندكم الآن او دو وعندكم الآن او دو خلاص هذا راسب أصفر بلوري ها انا كشفنا على مجموعه الكربونين يقدر يكون هنا اش اش المهم بصفه عامه انا كتبت كمثال سيتون بصح يقدر يكون سي او ما يكون سي اش 3 اش هاو الديهيد يكون هنا جذر وهنا جذر هاو سيتون ويكشف عليهم بين زوج اثنين ربعة ثنائي نيتروفينيل هيدرازين دوك نروحو لمن نروحو للتفاعل الذي يكشف على الالديهيدات عندنا زوج تفاعلات اللي هو كاشف طولاز وكاين محلول فيه لينك محلول فيه لينك معناها اكسدت ماذا اكسدت الاكس تفاعل أكسدة الالدهيدات في وسط ماذا قاعدي ما تخافوش من الوسط القاعدي ما تخافوش منه مش كي تشوفوا وسط قاعدي تقولوا كيفاش لا معناها ترجع شوارد النحاس سي او 2 الى ماذا الى اكسيد النحاس معنى هذا هو وهذا هو الرد وعدنا كذلك أن الالديهيد فرضا سي اش ثلاثة سي او اش وين يتأكسد؟ يتأكسد إلى ماذا؟ إلى سي اش ثلاثة سي او او ناقص هنا علاش نكتبو هكذا؟ نكتبو الشاردة الكربوكسيلات لأنه الوسط وسط قاعدي لو كان الوسط وسط حمضي يعطينا مباشرة حمض كربوكسيلي لكن بما انه الوسط قاعدي اذا لا داعي آه عفوا نكتبوا الكربوكسيلات اذا يكون من الشكل ار سي او او ناقص هذا هو الوكسيد. اما الراد هو ار سي او اش اذا الثنائيه باينه اذا دوك نبدا نبدا بال بال, بال, بال أي تفاعل اكسد تفاعل الاكسده تبعوا معايا مليح هذا هو اللب تاع الدرس اليوم دينا مثال سي اش 3 سي او اش قلنا تتاكسد في وجود وسط قاعدي الى ماذا الى سي اش 3 سي او او ناقص هذه شاردة الكربوكسيلات الكربوكسيلات خلينا نعاود نكتبوها مليح شاردة الكربوكسيلات سيلات اي معلش شوفوا الان الموازنه عادي بسيطه جدا احنا متعودين في الوسط الحمضي اننا نوازنوا بين الكربون بالكربون الهيدروج الاكسجين بك... بذره بجزيئه ذره جو... اكسجين ما الهيدروجين بشوارد هيدرونيوم لكن في الوسط القاعدي كيفاش نديروا شوفوا ما تخافوش منه وهذا ينطبق على درس حمض البنزويك كذلك هنا دوك الان واش نديرو نبداو نوزنو شوفو نديرو شوفو المرحله المرحله الاولى نوازنوا الفحم عندكم زوج فحم منا عندنا زوج فحم منه, منه. الاكسجين عندكم هنا زوج وهنا عندكم وحده باش نوزنه؟ نوازنوا بجزيئه ما هاي راكم معايا هنا زوج اكسجين هنا وحده وزننا هنايا بجزيئه ما دوك نروحو نشوفو بعد ذلك الهيدروجين الهيدروجين هنا عندك ثلاثة والواحد ربعة والزوج شحال ولاو ستة أش الطرف الثاني فيه ماذا؟ فيه ثلاثة أش آه أستاذ باش نوزنو نوازنوا بالأش بلوس ولا بالأش أش شوفوا الآن هنا تفرضوا اسمعوني مليح شنو نقول تفرضوا أنكم في الوسط الحمضي آه رانا في الوسط الحمضي إذا نوازنها بماذا؟ يخصوني ثلاثة إذا بثلاثة أش بلوس نعاود قلت تفرضوا انكم في الوسط الحمضي راكم وزنتوها الان في الوسط الحمضي صح المطلوب نتاعنا وشنو الوسط القاعدي دوك المعادله تاعنا راهي صحيحه لو راهي في الوسط الحمضي بقاو لنا غير الشحن والالكترونات دوك الان واش قلت اول حاجه تفرض انك في الوسط الحمضي وتوازن عادي اذا لو كنت تروح تحسب 3 اش بلس و3 6 هنا 2 و4 6 الاكسجين زوج والزوج خلاص هاي متوازنه اي آه والله دوك الان المعادله تاعي راهي متوازنه في الوسط الحمضي واش تروحوا ديروا كيما راهي كاينه هنا 3 اش بلس تضيف لها ماذا تضيف لها 3 او اش موا مننا وتضيف لها 3 او اش من هي كاش ما زدنا حاجه زدت منا 3 او اش زدت منا 3 او اش زدت منا خبزه زدت منا خبزه زدت منا حبه فرماج زدت منا حبه فرماج وهكذا خلاص اي والله دوك نتوما تعرفوا انه جزيء ذره آه هيدرو آه وحده اش بلس وعندكم واحدة جزيئة او اش هذه وش تشكلكم تشكلكم جزيئة ما نعم اش بلس مع اش موا يشكلكم الماء بصح انتم عندكم هنا ثلاثة اش بلس وثلاثة او اش موا اذا اش يعطيكم الماء يعطيكم ثلاثة اذا في هذا زوج وش يعطينا راح يعطينا ثلاثة اش دوزو اه فهمتوها على بالي بلي فهمتوها وعلى بالي بلي راكم فرحانين اذا واش نديروا الان نحو هذه كامل واش نكتبو في بلاصتها نكتبو ثلاثة اش دو زوب اصبروا ما تسرعوش كاين اللي يقول لي استاذ عندك جزيئات ما اختزلها بعقلكم ما تسرعوش بالعقل اذا هنا عندنا ثلاثة اش دو زو عندكم واحدة اش دو زو اذا نختزلوا واحدة منا ونختزلوا منها واحدة شحال يبقاولي؟ يبقاولي منا زوج ومنا تتنحى كامل ها آه مليك زوج اش دو لو نروحوا نحسبوا الان اثنين في اثنين ربعة وثلاثة سبعة ثلاثة والربعة سبعة هيدروجين الأكسجين هنا واحدة وثلاثة أربعة هنا زوج والزوج شحال أربعة إذا المعادلة نتاعكم راهي متوازنة واش بقاو لنا الشحن ثلاثة هنا صفر شحنة هنا ثلاثة في نقص معناها ناقص ثلاثة ومن عندكم ناقص واحد إذا واش نضيفوا لها نضيفوا لها اثنين إلكترون هاي لك اثنين إلكترون وهاي المعادلة نتاعكم متوازنة في وسط قاعدي وشوفوا الوسط القاعدي ولا نوصل الحمضي لا يوجد وسط حمض هنا خلاص تحنينا إذا هذه المعادلة تعمل تاع الأكسدة دعونا نرى ماذا معادلة الإرجاع هاي لك تفاعل الإرجاع وش قلنا ما قلنا ولا شيء قلنا أن شوارد النحاس الثنائية ترجع إلى أكسيد النحاس بلس المعادلة بين هنا سي او وحدة وهنا سي او اثنين إذا وش نضربه نضربه في اثنان يعني ضربتها في اثنان معادلة الان دوك سي او اثنين سي او اثنين الاكسجين هنا واحد اذا واش نضيفه نضيفه جزيئات ماء راكم روعه واصلوا الهيدروجين اش اثنين باش نوزنوها نوزنوها بشوارد اثنين اش بلس صح هذه وين هذه في الوسط الحمضي وحنا واش نحتاجو نحتاجو الوسط القاعدي اذا واش نضيفو نكتبو بلون مغاير واش نضيفو كيما راه عندك اثنين اش نضيفو اثنين او اش موا منا و وآش او اش موا منا خلاص المعادلة تاعكم راهي مريقلة واش هنا واش يمثلكم يمثلكم اثنين اش دوزو صار عندكم جزيئات ما اذا نحو واحدة منا ونحو واحدة منا واش يبقى لكم يبقى لكم غير جزيئات ما اذا هاي لك اش دوزو وهنايا هذه نحذفوها نتأكدوا منها آية نتأكدوا الان الاكسجين اثنين الاكسجين واحدة والواحدة اثنين الهيدروجين عندكم اثنين وهنا 2 اثنين السي او او اثنين وهنا السي او اثنين اذا المعادلة متوازنة واش بقاو لنا الشحن اذا اثنين في زائد اثنين هنا زائد اربعة وناقص اثنين شحال تساوي تساوي زائد اثنان وهنا عندكم الصفر اذا واش نضيفو نضيفو زائد اثنين الكترون هاي زائد اثنين الكترون اذا المعادله نتاعكم الان واش اصبحت متوازنه اذا واش نديرو نروحو نجمع بالجمع طرفا لطرف نجد واش نجد ما نجد ولا شيء ما نجد ولا شيء خلاص المعادله ذوك الان سهله الكترون مع الكترون يروح واش نكتبوا الان نكتبوا الالديهيد سي اش 3 سي او اش ونكتب زائد اثنين سي او بلس زائد ثلاثة او اش واثنين او اش اللي هي خمسة او اش موا واش يعطي, يعطي لكم؟ سي اش ثلاثة اللي هي شاردة الكربوكسيلات زائد ماذا؟ اللي هو الراسب الاحمر اجوري هذا هو الراسب الاحمر الا الاجوري مع الـ مع السيتونات يبقى أزرق يبقى أزرق ما يتغيرش أما مع الألديهيدات وش يحدث له؟ يتحول إلى راسب أحمر آجوري وهذه هي المعادلة أن تاع فيه لك مع الألديهيدات جيد صعيبه؟ تبعوا معي دوك الآن روحوا بنفس الطريقة كاشف طولانس طولانس معناه باش يعطي لك راسب منين؟ من الفضة راسب من الفضة واش عدنا عدنا الاجي ان اش ثلاثة ترجع الى الاجي وهذه هي الفضة هذه هي الفضة تاعكم واش عدنا الالدهيد كذلك يكون عندكم ار سي او او ناقص هذا هو الاكسيد وهذا هو المرجع اذا المعادلة هذه كيما خدمناها مقبل بسرعه هايليك سي اش ثلاثة سي اش دو هاني راح نطول في هذوك الان واش يعطي لكم يعطينا شاردة ماذا الكربوكسيلات سي اش دو سي او او ناقص نبدأ ونوزنها ب... بسرعة هنا ثلاث ذرات كربون ثلاث ذرات كربون الهيدروجين الاكسجين هنا عندك زوج اذا واش نديرو نروحو نضيفو جزيئة نديروها بلون اخضر احسن جزيئة ماء هايلك نعود نكتبوها مليح عندكم جزيئه ما اذا الاكسجين متوازن بقى لنا الهيدروجين هنا 3 و2 5 6 والزوج 8 معناها عندك 12 12 8 اش ومننا واش عندك عندك 5 اش اذا واش نضيفو نضيفو 3 اش بلس وهنا راهي في الوسط الحمضي باش رجعوا الوسط القاعدي نضيفو نفس اللي ضفتها 3 اش بلس نضيفوا لها 3 oh موا لو ضفنا 4 اش بلس نضيفوا 4 oh موا لو ضفنا 10 اش بلس نضيفوا 10 oh موا وهكذا اذا كيف كيف منا 3 3OH- موا هذه واش تشكل لكم 3 اش, أش دوزو هنا الماء وحده وتروح وحده منها واش يبقى لك يبقى لك زوج منها اذا نحذف هذه ونحذف الماء هذا ونحذف هذه الخدمه كامل واش نكتبوها نكتبوها اثنين اش دوزون خلاص المعادلة متوازنة الآن وش بقاو لنا الشحن من عندك ناقص واحد ومن عندك ناقص ثلاثة إذا واش نضيفو نضيفو اثنين إلكترون ونكتبوها بلون مغاير زائد اثنين إلكترون هاي خلاص نروحو للمعادلة تاع من تاع الإرجاع هذه الأكسدة دوك نروحو تفاعل الارجاع وش يرجع يرجع ال ان اش ثلاثة اثنين هذه عفوا هنا كاين البلوس عفوا نسيتها هذه بلوس ترجع الى ماذا ترجع الى الآجي. وهذا هو الراسب تعمل من الفضة بوجود التسخين الآن واش نديرو عندكم الآجي ومننا عندنا الآجي عدنا الآن آش ثلاثة اثنين إذا زائد اثنين آن آش ثلاثة المعادلة متوازنة اثنين آن اثنين آن الآش ثلاثة في اثنين ستة والآش ثلاثة في اثنين ستة وش بقاولنا؟ بقاولنا الشحن وش نضيف لها؟ هنا عندك زيد واحد ومنها صفر إذا نضيف لها إلكترون لاحظوا هذه الإرجاع وهذه الأكسدة باش نتخلصوا من الإلكترونات هنا راكم تشوفوا هنا اثنين وهنا يا واحد إذا نضرب المعادلة فاش في اثنين ونوزعه اثنين وهنا اثنين وهنا اثنين وهنا, وهنا تولي اربعة هايك اربعة ونجمع ماذا بالجمع طرفا لطرف طرف. الالكترونات عفوا عفوا هنا الالكترون مع الالكترون يختزل وبعد ذلك نكتب كل تفاعل مركبات عندكم الالديهيد سي اش 2 سي او اش نضيف له 2 ا جي ان اش ثلاثة زوج مرات بلس زائد ماذا الالكترون تروح تبقى لكم 3 او اش موا واش تعطينا تعطينا شاردة الكربوكسيلات سي او ناقص وتعطينا الفضه هذا هو الراسب واش تعطينا كذلك؟ تعطينا جزيئتين من هنا عندك اثنين ما معناها زائد اثنين اش دوزو وزائد ربعه ان اش ثلاثه وهذه هي المعادله المطلوبه شكون اللي ما يعرفش يجاوب هذي. هذا هو درس الالديهيدات والسيتونات بصفه عامه نعاود عندكم تفاعل احتراق التام وعندكم تفاعل اللي هو ارجاع الالدهيدات نرجعو بالعقل هاي عندنا اكسده الالدهيدات تعطيكم احماض كربوكسيليه ارجاع الالدهيدات بهيدريد الليثيوم والالمنيوم والماء او بوجود الهيدروجين والنيكل يعطيكم كحولات ماذا اوليه ارجاع كليمنس للالدهيدات يعطي لكم الكان نفس الشيء سيتونات اكسده سيتونات يعطيكم مزيج من احماض كربوكسيلية على حسب الانكسار ارجع السيتونات الى كحولات ثانويه ارجع السيتونات بالنيكل والهيدروجين يعطيكم كحولات ثانويه عفوا هنا كاين خطا كاين خطا اللي هو نسيت عذرنا زي رجعنا له اللي هو هنا عندكم سي اش 2 سي اش 3 باش ما نكونوش غالطين خلاص ارجع كليمنس للسيتونات يعطيكم ماذا الكانات بعد ذلك رحنا كشفنا على ماذا على مجموعة الكربونيل باستعمال دي ان بي اش معنى دي ان بي اش كي مركب يحت... اه 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 مركب عضوي اكسجيني يتفاعل مع دي ان بي اش قادر يكون و وقادر يكون سيتون معناها ما نتوقفوش هنا لازم نروحوا بمحلول فيه لينك طولاز اذا هنا لو كنت دير ملخص كي يكون عندك هنا دي ان بي اش ويكون عندك هنايا الديهيد وهنا سيتون هنا فيهلينج وهنايا طولانس الالدهيدات والسيتونات تتفاعل تتفاعل معناها في زوج فعل مع الدي ان بي اش فيهلينج الالدهيد يعطي ماذا راسب احمر اجوري مع السيتونات لا يعطي راسب بل يبقى لونه ازرق قهب. بس مع طوناز يعطي راسب من الفضة مع سيتون لا تتشكل أو لا يتشكل راسب من الفضة شكرا الأستاذ روماني سفيان يقدم لكم التحية الخالصة ويتمنى لكم التوفيق ما تنسوا الاعجاب بالقناة وبالفيديو ودعمونا ان شاء الله باش دائما الافضل باذن الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته